الرئيس السيسي يوجه بتطوير وتوطين صناعة مستلزمات أعمال مشروعات التشييد والبناء. تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي، رئيس الوزراء يعلن عقد المؤتمر الاقتصادي في الفترة من 23 إلى 25 من أكتوبر المقبل. مصر تدين الهجوم الذي تعرض له العراق الشقيق، والكاظمي يوجه القوى الأمنية بمتابعة مرتكبي جريمة قصف المنطقة الخضراء. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة عوامل النجاح لحشد إمكانات الدولة الإنتاجية، سواء الحكومية وقطاع الأعمال أو القطاع الخاص، من أجل تطوير وتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة في أعمال مشروعات التشييد والبناء، لا سيما المعدات والآلات، وذلك في ضوء حجم الأعمال الإنشائية الضخمة على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكري الفريق أحمد خالد، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة اللواء أحمد الشاذلي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب هشام السويفي، وذلك بحضور مجموعة من رجال الأعمال من القطاع الخاص. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في توطين الصناعة لمستلزمات التشييد والبناء بالشراكة مع القطاع الخاص. أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لإحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر. أناب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وفي تقليد عسكري أصيل للوفاء بما قدمه الزعيم الراحل، قام الفريق أول محمد زكي بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة، كما التقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن ثورة يوليو المجيدة التي حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نسير على دربه، وأن التاريخ المصري يسطر بحروف من نور ما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات. وأكد أن ذكرى الزعيم الراحل عبد الناصر ستظل نموذجاً يحتذى به للأجيال القادمة في الكفاح والتضحية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية طموحات وتطلعات الشعب المصري العظيم. حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. أكدت رئاسة الجمهورية أن فوز 5 مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم يعد بمثابة شهادة دولية رفيعة المستوى من أعرق المكاتب الهندسية المحترفة في العالم على قدرة الدولة المصرية على إنجاز المشروعات التنموية وفق أرقى المعايير الهندسية والإنشائية وفي مدد زمنية قياسية، وهي المحددات والمعايير التي طالما يوجه بتطبيقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشدد دائما على الالتزام بها في جميع المشروعات التنموية على امتداد الجمهورية. كانت مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية قد أعلنت مؤخرا نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قارات العالم للعام 2022، والتي ضمت حوالي 34 مشروعا، فازت مصر ب5 جوائز منها عن المشروعات
أفضل مشروع نقل في العالم محطة عدلي منصور التبادلية، أفضل مشروع ثقافي في العالم مركز مصر الثقافي الإسلامية والذي تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أفضل مشروع ترميم في العالم تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل، أفضل مشروع للطاقة والصناعة في العالم محطة رياح رأس غارب بالخليج السويس، أفضل مشروع بيئي في العالم هو مشروع تطوير قرى تشكى الجنوبية. استقبل رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بمكتبه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وشدد جبالي خلال هذا اللقاء على التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبه أعرب فتوح عن اعتزازه بهذا اللقاء مشيرا إلى أن مصر كانت ولا تزال الداعم الأكبر لفلسطين، مؤكدا فخره بجهود الرئيس السيسي الكبيرة في مواجهة الإرهاب، ومشددا على أنه لولا هذه الجهود لسقطت المنطقة بالكامل في يد الإرهاب، وأشاد أيضا بجهود الدولة المصرية في لم شمل البيت الفلسطيني الداخلي. التقى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي، جاء ذلك في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى فرنسا تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي. وأوضح عبد الرازق أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل رافدا هاما من روافد العلاقات الثنائية، مشيرا إلى الدور الهام المنوط بالمجالس النيابية في توطيد أواصر العلاقات وتطويرها بما يلبي تطلعات وطموحات الجانبين. وقد ثمن لارشي الدور الهام لمجلس الشيوخ مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين القيادتين السياسيتين للبلدين، معتبرا أنها تمثل حجر الزاوية في دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي سفير دولة قطر لدى مصر سالم بن مبارك، وخلال هذا اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيهات رئاسية بتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالأشقاء القطريين المهتمين بالاستثمار في مصر، مضيفا أنه يتابع وبصفة شخصية كافة الملفات الخاصة بالمستثمرين وسيتم تذليل أي عقبات تواجههم، مبديا ترحيبه بعقد منتدى أعمال مصري قطري في موعد يتم الاتفاق عليه بين الجانبين. من جانبه أكد السفير القطري أن الفترة القادمة ستشهد العمل على زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر بما يعود بالنفع على شعبي البلدين. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي تقرر عقده في الفترة من 23 إلى 25 من أكتوبر المقبل تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث عرض رئيس الوزراء الأجندة المقترحة للمؤتمر الاقتصادي والمحاور التي تم التوافق عليها خلال أيام المؤتمر الثلاثة، مؤكدا أنه سيتم اعتبارا من الأسبوع القادم الإعلان عن الأجندة التفصيلية للمؤتمر مع إطلاق موقع إلكتروني خاص به لتلقي المقترحات والآراء. من ناحية أخرى أكد مدبولي الاهتمام الواسع بمختلف الجوانب المتعلقة بترتيبات الإعداد لانعقاد مؤتمر قمة المناخ COP27، مشيرا إلى أن التنسيق سيتم على قدم وساق بين مختلف الجهات المعنية بتنظيم المؤتمر من أجل الخروج بهذا الحدث الدولي المهم بصورة تعكس قدرة مصر على تنظيم تلك الفعاليات الدولية بمستوى عال ومبهر. عاد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. بحث وزير الدفاع خلال زيارته لدولة الإمارات علاقات التعاون العسكري المشترك.
عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بدأت الزيارة بمراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين الشقيقين. والتقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد محمد أحمد البوردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والإماراتية، مشيرا إلى أهمية تنسيق الجهود العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين. من جانبه أشاد وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي بعمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين وتوافق الرؤى تجاه مختلف الموضوعات التي تمس المصالح المشتركة. وقام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة لمجمع توازن الصناعي، التقى خلالها بالمديرين التنفيذيين لعدد من الشركات الإماراتية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، كما استمع إلى شرح تناول الإمكانيات المتطورة لقطاعات الصناعات الدفاعية الإماراتية وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية في مجال التسليح. وأشاد القائد العام للقوات المسلحة في ختام الزيارة بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معرباً عن تطلعه إلى استمرار تبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية بما يعظم القدرات القتالية لكلا الجانبين بهدف دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة. حضر اللقاءات والزيارة عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإماراتية. شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر بيانا عمليا للتأمين بالوقود لأحد التشكيلات الذي تنفذه إدارة الوقود، وذلك في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وإدارات القوات المسلحة. وتناولت إجراءات البيان العملي القدرات والأساليب المتطورة في الحفاظ على كفاءة إمداد وحدات وتشكيلات القوات المسلحة بالوقود وكيفية التغلب على كافة المعوقات الطارئة، وذلك وفقا للأسس العلمية. كما تفقد الفريق أسامة عسكر معرضا لمعدات ومنتجات إدارات هيئة الإمداد والتموين الذي عكس مدى حجم التطوير والتحديث التي تشهده الهيئة بمختلف إداراتها التخصصية. وفي سياق متصل، قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على إحدى وحدات قوات مكافحة الإرهاب للاطمئنان على جاهزية المقاتلين المنضمين حديثا إليها، كما شاهد عددا من البيانات العملية التي أبرزت المكتسبة خلال فترة التأهيل، مشيدا بالمستوى الاحترافي الذي وصل إليه المقاتلون، وطالبهم بالحفاظ على الجاهزية القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته. نفذت القوات البحرية الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط بنطاق الأسطول الشمالي، وذلك باشتراك الفرقات المصرية طراز جو ويند الفاتح مع الفرقات الفرنسية أكونيت عقب انتهاء زيارتها الناجحة إلى قاعدة الإسكندرية البحرية. تضمن هذا التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة التي ركزت على تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري المشترك والتدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة البحرية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تنفيذ تمارين تشكيلات الإبحار التكتيكية. تأتي هذه التدريبات في إطار خطة القوات المسلحة للتدريبات المشتركة تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية والعلاقة الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية. تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة. وفي هذا الإطار شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة ونجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالية.
تنفذ وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة لضبط كافة القضايا التي تضر بالبيئة والصحة العامة. فقد شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة للتفتيش على المنشآت الصحية بنطاق محافظة الجيزة، تمكنت خلالها من ضبط مخالفات اشتراطات بيئية وصحية بتسع مستشفيات. وفي مجال حماية البيئة والثروة الزراعية، أسفرت حملات الإدارة بنطاق الجيزة عن ضبط 6 مصانع بدون ترخيص لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية والمنظفات الصناعية والبلاستيك والمعطرات، بداخلهم 7 أطنان ونصف أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، وأكثر من 44 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة، و6 أطنان بلاستيك مجهول المصدر، و35 طن ونصف معطرات منسوب إنتاجها لإحدى الشركات. وأسفرت حملات الإدارة المستمرة بنطاق محافظة القليوبية عن ضبط 4 مصانع بدون ترخيص لتجميع وإعادة تدوير وتداول النفايات الطبية الخطرة من مخلفات المستشفيات بإجمالي مضبوطات بلغت 45 طن نفايات طبية خطرة و17 طن مخلفات بلاستيكية طبية تستخدم في تصنيع أدوات ومنتجات بلاستيكية. كما تمكنت الإدارة وخلال حملة شنتها بالقليوبية من ضبط مصنع بدون ترخيص للمخصبات الزراعية بإجمالي مضبوطات تصل إلى 239 طن مخصبات زراعية ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة. وبنطاق مديرية أمن الغربية، تمكنت الإدارة من ضبط 2 محلين ومصنع بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية بداخلهم كمية تزن 149 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، وضبط 4 مصانع بدون ترخيص بالقليوبية لإنتاج الغراء وتدوير المخلفات المعدنية وتعبئة المنظفات الصناعية وتدوير مخلفات مصانع الأقمشة بإجمالي مضبوطات بلغت 75 طن ونصف منظفات صناعية مجهولة المصدر، و49 طن غراء ومستلزمات إنتاجها مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر، و62 طن ونصف مخلفات معدنية ومخلفات مصانع أقمشة ومنتج نهائي مجهولة المصدر. واستمرارا لحملات الإدارة بالغربية، تمكنت من ضبط مخزن ومصنع و3 شركات وورشة للأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمضبوطات بلغت أكثر من 9 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر و3 أطنان صدف بحر بدون بيانات وكمية تزن 265 طن حجر جيري مجهول المصدر و57 طن مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية مجهولة المصدر و25 طن حبوب ذرة تستخدم في تصنيع الأعلاف بدون ترخيص. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 490 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 201 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والسلع على السلع المدومة تم ضبط قرابة 75 طنا، كما تم ضبط 10 أطنان أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط قرابة 126 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 718 قضية من بينها 127 قضية خبز ناقص الوزن و83 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. استقبل وزير الخارجية سامح شكري وزيرة البيئة المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر تغير المناخ COP27 ياسمين فؤاد. وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية للوقوف على كافة مستجدات عملية التحضير والإعداد الجارية لعقد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال الفترة من 6 حتى 18 من نوفمبر القادم. أضافت الخارجية أن شكري قد أكد خلال اللقاء حرص الدولة المصرية على نجاح مؤتمر COP27 الذي يعد أحد أهم الفعاليات في أجندة العمل الدولي متعدد الأطراف.
في سياق متصل، تواصل مدينة شرم الشيخ استعداداتها لاستقبال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27. من مزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، انقل لنا الصورة لديك من استعدادات شرم الشيخ لاستضافة هذا المؤتمر الهام الذي ينتظره العالم في شهر نوفمبر المقبل. نعم، أهلا بك ميرفت وبكل السادة المشاهدين. لازلنا نتابع معكم استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال الحدث العالمي مؤتمر المناخ COP27 الذي سيعقد في شهر نوفمبر المقبل. يعني المشروعات هنا تتم بعمل دون توقف، يعني هذا هو العنوان السائد هنا في كل المشروعات التي تتم على أرض مدينة شرم الشيخ في مختلف المجالات. وكما تابعنا معكم في المشروعات السابقة، نتابع اليوم جولة جديدة من أحد المشروعات الهامة في مدينة شرم الشيخ، وتحديدا في هذا المكان الذي أتواجد به وهو السوق التجاري القديم، وهو من أشهر وأهم المناطق السياحية والترفيهية في مدينة شرم الشيخ. المشروعات التي تقام هنا في منطقة السوق التجاري القديم عديدة ومهمة. يعني أول هذه المشروعات هو مشروع منطقة مصر القديمة. الكل يعلم اهتمام الدولة بالمناطق التاريخية وأيضا بالأماكن والتراث المصري القديم، مثل شارع المعز والقاهرة التاريخية ووكالة الغوري. فبالتالي هنا يتم تنفيذ نموذج محاكاة لهذه الأماكن التاريخية وهذه الأحياء القديمة في منطقة مصر القديمة من خلال تصميم وإنشاء بعض المباني على نفس الطراز الإسلامي ونفس طراز هذه الأماكن التاريخية. ولعلكم ستشاهدون في الجولة التي قمنا بها صباح هذا اليوم ومنذ قليل أيضا في هذه المنطقة الأماكن التراثية التي يتم تنفيذها الواجهات الخاصة بهذه المباني. هذه المباني سيتم تسميتها بأسامي الأحياء القديمة والتاريخية الموجودة في قاهرة المعز، مثل الغوري وأيضا شارع المعز والناصر قلاوون. فسيتم تسمية هذه المباني على هذه الأحياء. وهنا رسالة مهمة جدا، سيتم تعريف السائح والزائر والوفود المشاركة بقمة المناخ COP27 بالحضارة المصرية وبالتاريخ الإسلامي القديم. فبالتالي هذه المباني أيضا ستحتوي على عدد من المطاعم وعدد من الخدمات الترفيهية التي ستكون موجودة وستقدم إلى الزائرين والسائحين. أيضا بخلاف هذه المباني، سيتم تطوير المنطقة المحيطة أيضا بمنطقة مصر القديمة، وهي منطقة الشلالات التي سترونها أيضا في من خلال الصورة لدى حضراتكم. هذه المنطقة مهمة جدا لأنها تقدم بعض الخدمات الترفيهية المهمة للسائحين والزائرين. سيتم رفع كفاءة أعمال الإنارة الموجودة، وسيتم أيضا أو تم بالفعل الانتهاء من بعض أعمال التطوير الخاصة بمنطقة الشلالات. يعني الزائرين يلتقطون الصور في هذه الأماكن ويستمتعون أيضا بالفقرات الفنية المختلفة التي تتم على مدار اليوم والتي تزداد يوما بعد يوم مع بدء العد التنازلي لاستقبال قمة المناخ COP27. فهذه المنطقة يتم تطويرها أيضا، ويتم تطوير واجهات المحال التجارية الموجودة في هذه المنطقة، وهو ما يخدم مشروع الهوية البصرية في مدينة شرم الشيخ. أيضا بالإضافة لأعمال التطوير التي تتم في منطقة مصر القديمة، السوق التجاري القديم به العديد أيضا من الأعمال التي تتم فيما يتعلق بالمشروعات المختلفة. نتحدث على سبيل المثال المنطقة المحيطة بمسجد الصحابة، وهي إحدى المناطق الهامة، ومسجد الصحابة أحد أشهر وأهم المساجد الموجودة في مدينة شرم الشيخ. فبيتم تطوير المنطقة المحيطة من خلال إنشاء نافورة ثابتة. هذه النافورة سيقوم بها عدد كبير من المساحات الخضراء، وسيقوم بها أيضا عدد من مقاعد الجلوس، وسيقوم بها ممشى سياحي هام جدا أيضا سيتمتع به زوار هذه المنطقة السوق القديم وأيضا زوار مسجد الصحابة. هذه النافورة سيتم الانتهاء من العمل الخاص بها في نهاية الشهر الجاري. أيضا المنطقة المحيطة
بمسجد الصحابة وبهذه النافورة يتم تطويرها أيضا من حيث الواجهات المحل التجارية التي يتم تصميمها على نفس التصميم ونفس الشكل، بحيث يكون هناك رؤية بصرية ممتعة ويخدم أيضا مشروع الهوية البصرية. أيضا سيكون هناك تطوير ببعض رفع كفاءة الطرق المحيطة بالسوق التجاري القديم، فبالتالي هو مشروع هام جدا من المشروعات التي تنفذها الدولة. أيضا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء كان في جولة بالأمس في هذه المنطقة في السوق التجاري القديم بشكل عام، يتابع الأعمال التنفيذية التي تتم في منطقة مصر القديمة وتسمى أيضا القرية التراثية، وأيضا يتابع الأعمال التي تتم في محيط مسجد الصحابة. أكد على ضرورة تكثيف ساعات العمل وزيادة عدد العمال للانتهاء من في أسرع وقت من هذا المشروع. وعندما تواجدنا في صباح هذا اليوم نتابع أعمال التنفيذ التي تتم، رأينا كل العمال يعملون في هذه النافورة للانتهاء منها في أسرع وقت. وكما تشاهدون التصميمات الخاصة بهذه النافورة سيكون بها شكل جمالي رائع جدا، سيمتع الزائرين والوفود المشاركة في مؤتمر المناخ. فبالتالي هذه من أهم المناطق التي تؤهلها الدولة وتقوم بتطويرها لاستقبال الوفود المشاركة في مؤتمر قمة المناخ COP27. فبالتالي سنرى منطقة تراثية هامة، وأيضا سنرى التطوير الخاص بمسجد الصحابة والمنطقة المحيطة. فيما يتعلق بقى يعني فيما يتعلق أيضا بالمتابعات الخاصة، يعني كان هناك أيضا متابعة اليوم من محافظ جنوب سيناء بمجلس المدينة الجديد. هذا المجلس هو الأول من نوعه في مدينة شرم الشيخ، ويتم إنشاؤه ليكون مجلس صديق للبيئة. أيضا يتضمن هذا المجلس عدد من الحدائق المركزية، وأيضا مجمع للمطاعم ومجمع للبنوك. وسنتابع معكم في الخدمات الإخبارية القادمة تفاصيل هذا المشروع بشكل تفصيلي. أيضا كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالأمس في معاينة مع إحدى الشركات التي ستنفذ مشروع الدراجات الكهربائية والسكوتر، للتأكيد على وجود هذه الدراجات مع قرب انعقاد مؤتمر قمة المناخ COP27، وأيضا التأكيد على أن هذه الشركة ستقوم بتنفيذ هذه الدراجات ليتم استخدامها وقت انعقاد المؤتمر، للتشجيع طبعا على استخدام كل وسائل المواصلات الذكية وكل وسائل المواصلات الصديقة للبيئة. وبالمناسبة يعني الدولة تدعم المشروعات المختلفة التي تقام في مدينة شرم الشيخ في مسألة وجود مسار مخصص لهذه الدراجات، حتى يتم طبعا تشجيع المشاركين في مؤتمر قمة المناخ في التحرك في أرجاء مدينة شرم الشيخ بهذه الدراجات وبهذه الوسائل المواصلات الصديقة للبيئة. أيضا محافظ جنوب سيناء يعني يتابع الأعمال التنفيذية التي تتم في أرض مدينة شرم الشيخ في مختلف المشروعات، وأعلن أنه سيتم يعني على نهاية الشهر الجاري الانتهاء من كل المشروعات المختلفة لاستضافة قمة المناخ. على يعني الصعيد الآخر، هناك طبعا يعني اهتمام من جانب الدولة بالمشروعات وبأعمال التنفيذ التي تتم هنا على أرض مدينة شرم الشيخ. اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وافق على الطلب المقدم من وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بهيئة الرعاية الصحية في قبول المنحة المقدمة من شركة أسترازينيكا لإنشاء مستشفى ميداني مصغر في محيط قاعة المؤتمرات التي سيعقد بها قمة المناخ COP27 لتقديم خدماتها الطبية. كما تعلمون أنه سيكون ما يقرب من 80 نقطة طبية موجودة متنقلة في محيط قاعة المؤتمرات وفي محيط الفنادق الموجودة. فبالتالي شركة أسترازينيكا ستنفذ هذه المستشفى الميداني المصغر كما يعني تم الإعلان اليوم من قبل رئاسة مجلس الوزراء. أيضا الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه في مجلس الوزراء اليوم أكد على أن يتم التنسيق مع كل الجهات ومتابعة على أعلى مستوى فيما يتعلق بالمشروعات التي تتم في مدينة شرم الشيخ للانتهاء منها في أسرع وقت. فأكد أنه هناك تنسيق كامل بين كل الجهات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لانعقاد هذا المؤتمر والخروج بهذا المؤتمر بشكل لائق يليق بمصر، ويؤكد بالطبع محمود مصر على تنظيم كل الفعاليات الدولية على أكمل وجه. هذه هي الصورة من داخل أحد المشروعات الهامة في منطقة السوق التجاري القديم.
عودة إليكم مرة أخرى في الاستوديو إذا كان هناك أي أسئلة. بشكرك شكرا جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري على هذا التوضيح. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أنه لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن. شدد المركز على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون توقف، مع تقديم كافة خدماتها الطبية بالمجان من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية. وأوضح المركز الإعلامي أنه قد أصدر 340,333 قرار علاج على نفقة الدولة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي بتكلفة إجمالية بلغت 1,415,000,000 جنيه. أدانت مصر الاستهداف الذي تعرضت له مناطق بإقليم كردستان العراق الشقيق وما أسفر عنه من سقوط ضحايا أبرياء من المدنيين. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن مصر تتقدم بخالص العزاء لحكومة وشعب العراق الشقيق في ضحايا هذا الاعتداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مضيفة أن مصر تراقب التوترات التي تشهدها المنطقة على مدار الأيام الأخيرة وتحذر من تداعياتها على استقرار المنطقة وسلامة شعوبها. وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القوى الأمنية بمتابعة مرتكبي جريمة القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء وإلقاء القبض عليهم. أكد الكاظمي ضرورة التزام القوى الأمنية بواجباتها في حماية مؤسسات الدولة والأملاك العامة والخاصة، داعيا المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية وبتوجيهات القوى الأمنية حول أماكن التظاهر. دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي القوى السياسية إلى الجلوس على طاولة واحدة لإيجاد مخرج للأزمة، وأكد الحلبوسي ضرورة إيجاد حل ووجوب الحرص على أن يكون مجلس النواب ممثلا لجميع أبناء الشعب، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك حل سياسي شامل يتحمل الجميع فيه مسؤولياته وما يلقي على عاتقه أمام الشعب. قالت وزارة الداخلية الكويتية إن تصويت الناخبين في انتخابات مجلس الأمة 2022 المقرر إجراؤها غدا الخميس سيكون بشهادة الجنسية الأصلية أو شهادة لمن يهمه الأمر الخاصة بالانتخابات في حال فقدانها أو تلفها. سيتوجه الناخبون الكويتيون غدا إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة الجدد، وذلك بعد شهرين من حل البرلمان. من جديد انتخابات تشريعية تشهدها الكويت بعد شهرين من حل البرلمان، تبدأ بها البلاد صفحة جديدة تحقق من خلالها تطلعات شعبها في اختيار أعضاء مجلس الأمة. انتخابات تجرى بعد صدور قرارات اعتبرها المراقبون إصلاحية، منها إتاحة التصويت بالبطاقة المدنية لأول مرة في تاريخ الكويت وضم مناطق سكنية جديدة إلى الدوائر الانتخابية. الانتخابات 18 في تاريخ الحياة السياسية والسادسة في 10 سنوات سيشارك فيها هذه المرة شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد بسبب اتهامات للسلطة التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان. ومع تكرار الصدام بين الحكومة والنواب أعلنت القيادة الكويتية دعمها لعملية تصحيح مسار المشهد السياسي واتخذت خطوات فعلية في سبيل ذلك، وهو ما ألقى بحسب المراقبين تفاؤلا في مياه راكدة كانت قد تسببت في حل المجلس مرات عديدة. مجلس النواب الجديد الذي سيتشكل من 50 نائبا يتعين عليه خلال 4 سنوات قادمة رقابة عمل الحكومة وإنجاز العديد من القوانين المعلقة والخاصة بخطة التنمية وإعداد الموازنة الكويتية العامة. كما سيتعين على المجلس بحسب المراقبين استغلال النهج الإصلاحي للحكومة لتقليل حدة الصدام المتواصلة بين الجانبين، صدام كان أحد أسبابه دائما هو اختيار رئاسة مجلس الأمة. فبعد تعهد أميري بعدم التدخل في اختيار رئيس المجلس وإعلان مرزوق الغانم رئيس البرلمان السابق اعتذاره عن عدم الترشح، تبقى الساحة مهيئة لعمل مجلس دون صدام، ليبقى اختيار الشعب هو الفيصل في عمل المجلس التشريعي الأهم في الكويت.
التاسعة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. وزارة الدفاع الأمريكية تعلن تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1,100,000,000 دولار. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1,100,000,000 دولار على شكل طلبيات أسلحة من صناعة الدفاع الأمريكية. قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن هذه المساعدة الجديدة تتضمن 18 نظاما مدفعيا من طراز هيمارس و150 عربة هانفي مصفحة و150 آلية لنقل السلاح ورادارات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات المسيرة. أعلنت السويد أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع يوم الجمعة المقبل بناء على طلب روسيا لبحث موضوع تسرب الغاز من خطي أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق. وقالت وزيرة الخارجية السويدية إن فرنسا بوصفها الرئيسة الحالية لمجلس الأمن أبلغت أن روسيا طلبت اجتماعا لبحث موضوع التسرب من نورد ستريم، مضيفة أن السويد والدنمارك تم تكليفهما بتزويد أعضاء مجلس الأمن بمعلومات عن التسرب الذي حصل في منطقتهما الاقتصاديتين. أوضح الكرملين أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مستمرة حتى تسيطر روسيا بشكل كامل على منطقة دونتسك بشرق أوكرانيا. قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن العملية في أوكرانيا ستستمر على الأقل حتى تحرير دونتسك في الوقت الذي نفى فيه الكرملين المزاعم التي اتهمت روسيا بأنها مسؤولة بشكل ما عن الهجوم الذي استهدف خطي أنابيب نورد ستريم، مضيفا أن موسكو شهدت زيادة حادة في أرباح الشركات الأمريكية التي تورد الغاز إلى أوروبا. قال بيسكوف إنه من الضروري التحقيق في هذا الحادث، مضيفا أن الإطار الزمني لإصلاح التلف في خطوط الأنابيب لم يتضح بعد. اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فوندرلاين فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بما يشمل فرض مزيد من القيود التجارية ووضع أفراد على القوائم السوداء وتحديد سقف لأسعار النفط لدول أخرى. وخلال تصريحات صحفية قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن دول الاتحاد الأوروبي لا تقبل الاستفتاءات ولا أي شكل من أشكال الضم في أوكرانيا، مضيفة أن الكرملين سيدفع ثمن هذا التصعيد الإضافي. أكد المستشار الألماني أولاف شولتز خلال اتصال هاتفي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن ألمانيا لن تعترف مطلقا بنتائج استفتاءات الضم التي نظمتها موسكو في أوكرانيا. قال شولتز إن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا سياسيا وماليا وإنسانيا، بالإضافة إلى الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، ويشمل ذلك تسليمها أسلحة. Ветеры проклятые! قالت المفوضية الأوروبية إن على أوروبا التواصل مع موردين موثوقين لخفض أسعار الغاز. واقترحت المفوضية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وضع سقف لسعر النفط الروسي ووضع قيود جديدة على التبادل التجاري مع روسيا. وقالت رئيسة المفوضية إن عليهم أن يزيدوا من عزلة الاقتصاد الروسي وإضعافه في مواجهة تصعيد موسكو في أوكرانيا، ولا سيما بعد تنظيم استفتاءات الضم. وقد أضافت أنه يجب أن تحظى تدابير جديدة بموافقة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليتم اعتمادها. So we propose sweeping
تدخل بنك إنجلترا بشكل طارئ في مواجهة مخاطر فعلية على الاستقرار المالي البريطاني. جاء ذلك كرد فعل على التقلبات في الأسواق الناجمة عن خطة الموازنة ذات الكلفة العالية التي انتقدها صندوق النقد الدولي بشدة. قال بنك إنجلترا إن البنك سيقوم بشراء سندات حكومية ذات آجال استحقاق طويلة اعتبارا من الأربعاء، وذلك بهدف إعادة الظروف الطبيعية إلى السوق، موضحا أن هذه العملية ستكون ممولة بالكامل من قبل وزارة الخزانة. قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن بلاده تقدر أقل سعر مقبول للبرميل من إمداداتها من النفط بموجب قاعدة الميزانية التي تحول فائض إيرادات النفط من 62 إلى 63 دولارا للبرميل إلى صندوقها للثروة السيادية، وإنها قد تستأنف شراء النقد الأجنبي هذا العام. وأضاف وزير المالية الروسي أن الاقتراض المحلي سيرتفع إلى نحو 43 مليار دولار العام المقبل، مع إمكان اللجوء إلى اقتراض إضافي لتقليل إنفاق صندوق الثروة السيادية. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصدها لإحدى 31 طائرة وأربع سفن حربية صينية في المنطقة المحيطة بالجزيرة. كما أوضحت الدفاع التايوانية أن 10 طائرات صينية عبرت اليوم الخط الفاصل لمضيق تايوان. أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة انتهكت تعهدها باحترام وحدة أراضي الصين. جاء ذلك بعدما اتهمت نائبة الرئيس الأمريكية كامالا هاريس علنا بكين بسلوك مثير للانزعاج واستفزازات تجاه تايوان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه عندما لا تستطيع الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها فلا يمكنها الحديث عن القواعد والنظام لأنها تنتهك بالفعل القواعد الدولية. 原原本本回归中美三个联合公报和一个中国原则，干干净净重申一个中国政策，清清楚楚表明反对各种台独分裂活动。 نظمت مؤسسة حياة كريمة فعالية خاصة بتوزيع الاحتياجات المدرسية للطلاب بمركز مدينة أبو صوير بالإسماعيلية ضمن مبادرة راجعين نتعلم. أوضحت مؤسسة حياة كريمة أن مبادرة راجعين نتعلم تأتي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مضيفة أنه يجري عمل بحث استقصائي بالأسر المستحقة مع تحديد أماكنهم في أكثر من 20 محافظة، مشيرة إلى أنها تمكنت من الوصول إليهم وتوفير أكثر من 55 ألف خدمة تعليمية مختلفة. المبادرة النهاردة بتقدم لأهالينا مستلزمات المدارس، شنطة فيها مستلزمات المدارس، وطبعا احنا كمركز ومدينة بنسهل المبادرة أي حاجة بتطلبها، وطبعا احنا سعداء النهاردة في وجودنا في وسط أهالينا وفرحة الأطفال. احنا النهاردة موجودين هنا طبقا لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة حياة كريمة. احنا هنا جايين تحت مبادرة احنا عايزين نتعلم، واهلا وسهلا بيهم، بحيث ان احنا النهاردة بتوفر لهم المستلزمات التعليمية والادوات اللي هي مطلوبة للدراسة، والف شكر ليهم على اللي هم على المجهود اللي مبذول. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية البنك التابعة لمركز كفر سعد. يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وقال مدير مديرية الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، وقد تم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
الحفلة العلاجية من الخدمات المميزة جدا بتقدمها وزارة الصحة، كونها ان هي بتقدم الخدمة مجانا بداية من قطع التذكرة وحتى انتهاء الخدمة. الحاجة التانية كمان هي بتوصل للمواطنين واللي محتاجين الخدمة توصل لهم لحد عندهم، خصوصا اهالينا من كبار السن واللي مش بيقدروا يوصلوا لأقرب مستشفى مركزي اللي هي بتبعد عن مكان إقامة القافلة بأكثر من 20 كيلومتر. خط سير المريض في القافلة بيبدأ عن طريق شباك التذاكر، المواطن بيقطع التذكرة وزي ما قلت مجانا، وبعد كده بيتوجه للعيادة اللي هو عايز يتلقى الكشف فيها. الطبيب بيحدد احتياج المريض سواء كان محتاج فحوصات، موجود عندنا الأشعة العادية وموجود السونار وموجود طبعا المعمل اللي فيه أكثر من 40 تحليل. طبعا دورنا في القافلة إن احنا بنوجه المواطن مرورا بشباك التذاكر أولا ثم بالعيادات، ثم بنسأل على المواطن لو حد طبعا عايز يعمل تحاليل بنوجهه للمعمل. أي مواطن طبعا في طبعا بخصوص ان في ناس ما بتعرفش تقرا ولا تكتب بالنسبه للقراءه والكتابه، طبعا احنا بنحاول نوجه المواطن ده ان هو مش عارف يقرا مثلا، ان شباك التذاكر فين، المعمل فين، الكلام ده فين، احنا بنحاول نجوه نوصل له ونسهل له الامور. بنتكلم عن الامراض المعديه اللي موجوده في المجتمع، بنتكلم عن الامراض المزمنه برضه نفس الشيء، اي مرض مستحدث او اي مرض جديد زي مرض جدر القروض بنعرف برضو المواطن عليه، على اعراض المرض وطرق الوقايه منه وازاي نحمي نفسنا منه. الحقيقه موضوع التثقيف الصحي من المواضيع المهمه جدا اللي احنا بنحاول نوصلها للناس. مش بنتكلم عن عناصر التثقيف الصحي كموضوع امراض وغيره، لا ده احنا بنتكلم كمان على الخدمات الصحيه اللي بتقدمها القافله الطبيه للمواطن عشان يستفيد منها بقدر الامكان وان هو يبقى بصحة وسلامة لأطول فترة ممكنة. النهاردة فوجئنا بقافلة طبية عندنا في القرية. في عزبة البنك. بصراحة ربنا يبارك فيهم، السادة الأطباء قاموا بجميع التحاليل، ضغط، سكر، دم، نظر، بطنة، كل حاجة بسم الله ما شاء الله، قاموا بجميع التحاليل والأشعة، والأشعة معايا هي يعني أنا كل حاجة في إيدي هي يعني وشغالة. وربنا يبارك فيهم يا رب ويديهم الصحة والحمد لله، ونشكر حياة كريمة. والآن مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد في نشرة التاسعة، نتابعها مع دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك ريهام، شكرا لك ميرفت. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن تشكيل اللجنة العليا لصناعة السيارات يأتي في إطار متابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، وأشار إلى أن اللجنة تتابع الموقف التنفيذي لاستراتيجية تنمية السيارات التي تم إطلاقها يونيو الماضي. وخلال الاجتماع الأول للجنة أكد مدبولي أن الرئيس السيسي وجه بأن يتم إيلاء ملف تطوير صناعة السيارات أهمية قصوى، وأكد العمل على توطين هذه الصناعة، وأضاف أنه انطلاقا من هذا التوجيه تمت صياغة الاستراتيجية التي تضمنت حوافز محددة والتي تشجع بشكل خاص تصنيع السيارات الكهربائية. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى تشكيل اللجنة العليا لصناعة السيارات بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث ضم التشكيل عددا من الخبراء في مجال صناعة السيارات. أكد وزير البترول أن ما حققته صناعة الغاز الطبيعي في مصر من نتائج أعمال متميزة خلال العام المالي الماضي ووصولها لمعدلات غير مسبوقة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في تاريخ مصر، يمثل حافزا كبيرا لمواصلة بذل الجهود في تعظيم موارد مصر وقدراتها من الغاز الطبيعي. وجاء ذلك خلال رئاسته للجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وذلك لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021-2022. وأشار الوزير إلى الخطة الطموحة التي يستعد قطاع البترول لتنفيذها خلال العامين الماليين القادمين المتمثلة في تنفيذ برنامج حفر لـ 31 بئرا استكشافيا للبحث عن الغاز الطبيعي.
وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات بتراجع جماعي للمؤشرات بضغط من مبيعات المتعاملين الأجانب، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء. وخسر رأس المال السوقي 6.1 من 10 مليار جنيه، لغلق عند مستوى 682 مليارا و500 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر اي جي اكس 30 عند مستوى 9817 نقطة متراجعا بنسبة 1.17%، لغلق عند مستوى 9702 نقطة. كما فتح المؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 عند مستوى 2267 نقطة، لغلق منخفضا بنسبة 1.16%، لغلق عند مستوى 2241 نقطة. وفتح مؤشر اي جي اكس 100 عند مستوى 3206 نقاط، ليتراجع بنسبة 1.7%، ويغلق عند مستوى 3172 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار عملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيه و46 قرشا للشراء و19 جنيها و57 قرشا للبيع. اليورو سجل 18 جنيه و63 قرشا للشراء و18 جنيها و74 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني 20 جنيها و61 قرشا للشراء و21 جنيها و73 قرشا للبيع. الدرهم الاماراتي سجل 5 جنيهات و30 قرشا للشراء و5 جنيهات و33 قرشا للبيع. واخيرا الريال السعودي سجل 5 جنيهات و16 قرشا للشراء و5 جنيهات و20 قرشا للبيع. قال وزير المال اللبناني يوسف خليل إن بلاده تعتزم خفض سعر الصرف الرسمي للليرة اعتبارا من نهاية أكتوبر المقبل من 1507 ليرة مقابل الدولار إلى 15000 ليرة مقابل الدولار. وخلال تصريحات صحفية، أضاف وزير المال اللبناني أن الهدف هو توحيد أسعار الصرف في لبنان، واصفا القرار بأنه خطوة رئيسية في هذا الاتجاه بعدما تراجعت الليرة بأكثر من 95% من السعر الرسمي في الفترة الماضية. نهاية أخبار اقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى ميرفت وريهام، إليكما. شكرا دينا. وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رؤساء الوكالات الفيدرالية عبر الحكومة لزيادة جميع الموارد المتاحة للمنطقة استعدادا للتأثيرات المحتملة مع اقتراب إعصار إيان من فلوريدا، ولدعم جهود الاستجابة والتعافي في أعقاب العاصفة. أوضح البيت الأبيض أن بايدن أجرى مكالمات مع حاكم فلوريدا والمسؤولين في فلوريدا، وذلك لمناقشة الاستعدادات للأثار المحتملة من إعصار إيان. والآن نتحول إلى أهم أنباء الرياضة في نشاط التاسعة. مرة أخرى إلى دينا شرف، إليك دينا. شكرا لك ميرفت، شكرا لك ريهام، والآن موعدنا مع أخبار الرياضة. تأهل المنتخب الوطني للكرة الشاطئية إلى الدور نصف النهائي من بطولة كوسوفا الدولية بعد فوزه على نظيره الأوغندي بسبعة أهداف مقابل هدفين. وبهذا الفوز ضرب منتخب الشاطئية موعدا مع نظيره الموزمبيقي في الدور قبل النهائي من البطولة التي تقام في جنوب إفريقيا.
يواصل الأهلي استعداداته لليوم للموسم الجديد، حيث أجرى لاعبو الفريق تدريبات بدنية في ميرانا اليوم قبل تنفيذ مجموعة من الفقرات الخططية والفنية في إطار برنامج الإعداد للموسم الجديد. وشهد الميران مشاركة مصطفى سعد ميسي الذي خاض ميرانه الأول مع الفريق بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأولمبي خلال معسكره الأخير. ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في مباراة ودية غدا، وذلك استعدادا لمواجهة الاتحاد المانشستيري التونسي يوم 9 أكتوبر المقبل في ذهاب دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. أعلن نادي بيراميدز التلقي اختارا من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن موعد مباراتي الذهاب والإياب لدور 32 من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية أمام هلال الساحل السوداني. وأخطر النادي السوداني الاتحاد الإفريقي بموافقته على خوض مباراتي الذهاب والإياب على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، وذلك بالتنسيق مع إدارة نادي بيراميدز على أن تكون مباراة الذهاب في 8 أكتوبر المقبل، بينما تقام مباراة الإياب يوم 15 من نفس الشهر. تأهلت البطلة المصرية ميار شريف إلى الدور الربع النهائي لبطولة بارما الإيطالية للتنس. وعبور ميار شريف جاء عقب فوزها على السويسرية سيمونا واتريت بمجموعتين دون رد، لتضرب اللاعبة المصرية موعدا مع الأمريكية لورين دافيز بالدور الربع النهائي. ختام أخبار الرياضة، وعودة مرة أخرى إلى ميرفت وريهام. إليكم. شكرا لك دينا شرف على هذا العرض الرياضي. والآن مع درجات الحرارة والطقس نتابعها مع دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك ريهام، شكرا لك ميرفت. والآن موعدنا مع أخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشرقية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 36، الصغرى 24، الإسكندرية 35، 23، مطروح 35، 23، بورسعيد 31، 24، الإسماعيلية 37، 23، السويس 36، 24، العريش 32، 24، طوبة 34، 24، شرم الشيخ 37، 26، الغردقة 39، 27، الأقصر 41، 26، أسوان 42، 27، الوادي الجديد 41، 28، شلاتين 39، 28، وأخيرا حلايب 34، 27. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
والآن نترككم مع أبرز لقطة في اليوم. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولا يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يوجه بتطوير وتوطين صناعة المستلزمات في أعمال مشروعات التشييد والبناء. تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، رئيس الوزراء يعلن عقد المؤتمر الاقتصادي في الفترة من 23 وحتى 25 من أكتوبر المقبل. مصر تدين الهجوم الذي تعرض له العراق الشقيق، والقاضم يوجه القوى الأمنية بمتابعة مرتكب جريمة قصف المنطقة الخضراء. نهاية نشرة التاسعة من التلفزيون المصري، ولكن التاسعة مستمر مع حضراتكم مع يوسف الحسين. مساء الخير. مساء النور. ازيكم مرفت؟ ازيك يا ريهام؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. يا رب تكون كل حاجة بخير. رايحين شرم ان شاء الله. إن شاء الله. لازم بقى كلنا نروح شرم ونتابع كوب 27، ده هيبقى حاجة إن مهمة جدا. نتمنى إنها الاستعدادات قوية جدا في شرم الشيخ جدا فعلا. جدا كل يعني يوم في إنجاز جديد. أول مدينة خضراء في مصر، فده في حد ذاته جيد. أول مدينة خضراء ومؤتمر كمان مهم جدا على الصعيد الدولي كمان الحقيقة. طبعا يعني أنا أظن إن ده يبقى يعني من فواتح الخير علينا بإذن الله قريبا. أشكركم جدا واستأذنكم نبدأ فقراتنا.